ستات عندهم اسطوانات فعلا، وكمان اكتر من الرجاله. يعني اول ما تيجي تعرف على الولد وتبقى هي مبسوطه قوي فتره الخطوبه، فتقول له على مامته: طنط عسل قوي، اوعى تزعلها، اوعى 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 مامتك، رضا ربنا من رضا مامتك، عشان تدعي لك عشان علاقتنا لو عملت مامتك كويس هتعملني انا كمان كويس. طنط صباح الخير يا حبيبه قلبي، جبت لك الاشارة اللي بتحبيه، خدتي قهوتك؟ طب هو صحي؟ لا مش عايز اكلمه، انا بتصل اكلمك انت حبيبتي. طن طن اول ما تتجوزوا خلاص ضربت اول عيب، امك كان مالها طابيه، امك مالها زغرت لي ازاي؟ ما اعرفش، بس انت كده من فوق لتحت قامت دورت وشها الناحيه الثانيه كانها عميت ما شافتنيش. يمكن الشوز بتاعك عاجبها بتبص عليه. امك مالها غلسه وغتيته وبتعامل سلفتي الثانيه احسن ما بتعاملني خالص، دي بتحبك. كذاب. امك مالها قدمت الاكل اول ما انا دخلت ما سالتنيش انت جعانه ولا لا، وشقت السفره ونظفتها وسابتني حتى ما قالتليش اشربي شاي. عشان ده هي حاسه ان هي بيتك، خشي واغرفي وكلي يا حبيبتي. امك مالها كل ما اروح لها تقوم نازله عند الجاره وسايباني ايه؟ بيتك بتقول تاخد راحتها. امك مالها بتودود لك عشان تقلبك عليا، عايزاك ترجع تقعد معاها تاني. ما حصلش. لا مش اول امبارح قالت لك ازاي ما تطبخلكش؟